نروح مرة أخرى لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي. كابتن ياسر، مهما يغيب ياسر إبراهيم واحد من اللعيبة اللي في أي وقت بتحتاجه دايما بيكون موجود. أنا عارف يا كابتن ياسر، لأ أنا بجيب الموضوع من البداية. ياسر إبراهيم مفيش وقت من الأوقات بتحتاجه إلا بيكون موجود، واحد من اللعيبة اللي اكتسبت ثقة مارسيل كولر وجماهير النادي الأهلي. ياسر خليني أبارك لك على الفوز، أبارك لك على البطولة الخامسة هذا الموسم، أبارك لك لحاجات كتير جدا وأرقام كتير جدا لياسر إبراهيم على المستوى الشخصي. حبيبي الله يبارك فيك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بحمد ربنا وبشكر فضله النهارده على الأداء. اللعيبة كلها رجالة، محدش فيهم أثر بنقطة عرق واحدة، لعيبة كلها روحها حلوة مع بعض، هي دي أوضة اللبس اللي بتفرق. نازلين وأنت عارف أنت واخد الدوري، كان ممكن تنزل متهاون شوية أو في تراخي، بس لا طبعًا إحنا عارفين إحنا بنلعب مين، وما كانش ينفع الجمهور ده يروح زعلان. الجمهور ده إحنا شايفينه من بدري في التلفزيون، جايين من بدري قوي قبل جمهور نادي الزمالك حتى في عز الشمس وهم قاعدين، فما كانش ينفع الناس ديت نروحها زعلانة. طبعًا بحمد ربنا بشكر فضله النهارده على النتيجة والأداء، وربنا يكرم باذن الله في اللي جاي. ياسر عايز ارجع لبدايه الموسم، انت من النهارده خلينا بقى نتكلم ونقول كل اللي احنا عايزينه، خمس بطولات لكن من بدايه الموسم ياسر كان بعيد شويه عن المشاركه، ما قصرش في التدريب لكن كان بيضرب مثال كبير جدا وبتدي رساله الجميع بيحطها قدامه كل اللاعبين، اتعلم من ياسر ابراهيم. طبعا دي وجهه نظر فنيه، هو ممكن المدير الفني بيبقى جاي واخد قناعه او شايف حاجه مش كويسه، ممكن انت تكون مش في مستواك ايام ما المدرب كان موجود، بس انت لا انت ما ينفعش تقعد ولا تاثر، لا اتمرن واتعب واكيد ربنا مش هيضيع تعبك. انا بجتهد في الملعب واعمل اللي عليا واكيد ربنا ما بيضيعش تعب حد يعني، وطول ما انت بتجتهد ربنا معاك وهيديك ان شاء الله. هتجيب لي ملك ايه النهارده هديه المباراه؟ مش ملك بس يعني يا كابتن ياسر، انا النهارده بدبسك على الهوا. في مالك واحمد وسيلينا طبعا، دول لو طلبوا عينيا ما تغلاش عليهم، هو يعني مستقبلني في حالي يعني كل يوم على طول الخروجات يعني، فربنا يبارك فيهم ويحميهم يا رب، دول لهم عينيا طبعا. اشكرك يا كابتن ياسر ودايما مستنيين منك كتير، ومليون مبروك ولسه عندنا بطولات كتيره يا كابتن ياسر. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم في اللي جاي.